الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. باب آداب الوضوء. آداب الإيه؟ الوضوء لغة مأخوذ من الحسن والوضاءة. وضاء، وضاء يعني نور، من الحسن والوضاء. كلمة وضاء يعني نور. الوضوء اصطلاحا أو شرعا، شرعا غسل أعضاء مخصوصا بكيفية مخصوصة بنية مخصوصة. خلاص، غسل أعضاء إيه؟ مخصوصة بنية، لا نية في الآخر، بكيفية بنية. متى فرض؟ الراجح في مذهبنا أنه فرض قبل الهجرة، فرض مع الصلاة، وهناك رأي يقول أنه فرض في العام الأول. على مذهبنا فرض فين يا مولانا؟ ها؟ مع الصلاة. متى فرضت الصلاة؟ في مثل هذا اليوم، يوم الاثنين 27 من شهر ماذا؟ رجب. سنة كام يا مولانا؟ مختلف فيها. الحمد لله، دين أصلح بالكم. رأي قال أن الإسراء والمعراج التي فرضت فيها الصلاة كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، رأي بسنتين، رأي بسنة. لكن هو كان الحمد لله دين أصلح بالكم. فيعني هو كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 صلاة و8 شهور، يعني نقول قبل الهجرة بسنتين قول جيد. الوضوء هو شرط من شروط الصلاة. ما معنى الشرط؟ خارج عن الماهية. الصلاة شيء والوضوء شيء. الوضوء من ماء، الصلاة أقوال وأفعال وتكبيرات وسجدات وتسليمات وتحيات. الوضوء شرط. ما هو الشرط؟ الخارج عن الماهية. ما هو الشرط؟ ما يتحقق من عدمه العدم، ولا يتحقق من وجوده لا وجود ولا عدم. بالراحة شوية. إن لم يوجد الوضوء لا صلاة. يبقى يتحقق من عدم الوضوء إيه؟ عدم الصلاة. طيب، إن توضأت ممكن أصلي، ممكن لا أصلي. إذن ومن وجوده لا يتحقق الوجود ولا يتحقق الإيه؟ العدم. أنا أريد أصعد إلى الطابق الأعلى، لابد من ماذا؟ من سلم. هل السلم جزء من الطابق؟ السلم جزء من هذا المكان، لكن كيف أصل إلى هذا المكان؟ لابد من سلم. فإذا لم يوجد سلم لن أصل، فإذا وجد السلم قد أصعد قد لا أصعد. فهمت يا مولانا؟ طيب، هذا الشرط اللي هو الوضوء في آية دليل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يعني نويتم، إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، وامسحوا وأيديكم ولا وأرجلكم ولا وأرجلكم، في قراءتين لكن إحنا قراءتنا بالفتح، وأرجلكم كده كم؟ لكن نية وجه يدين رأس قدمين 6 ترتيب. اذكر أركان الوضوء 6. أركان الوضوء كم؟ ها؟ قول معي يا ابني، ها؟ نية، مسح الوجه، ها؟ غسل اليدين، ها؟ مسح بعض الرأس، ها؟
القدمين الترتيب، ما عدا ذلك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم أنا داخل، بسم الله الرحمن الرحيم حكمها إيه؟ سنة. قبلها رأي مولانا الرملي السواك، أما مولانا ابن حجر السواك بعد المضمضة، قبل المضمضة. فأنا على رأي مولانا الرملي، ها ماذا أفعل؟ السواك، حكم السواك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم سنة. غسل الكفين سنة. تخليل الأصابع، تحريك الخاتم سنة. تدليك، ها تدليك سنة. المضمضة الاستنشاق ثلاث مرات سنة. غسل الوجه فرض، مرة واحدة فرض، اثنين سنة، ثلاثة سنة. تخليل اللحية الخفيفة فرض. ما الضابط؟ أن ترى البشرة. تخليل اللحية الكثة سنة. تخليل اللحية الخفيفة فرض. تخليل اللحية الكثة سنة. ما الفرق؟ كيف أفرق بين الكثة وبين الخفيفة؟ الخفيفة أن ترى البشرة. أنت عندما تراني، ها ترى البشرة عندي ولا لا ترى؟ إذن الشيخ لحيته خفيفة، فوجب أن الماء يدخل. وجب أن الماء إيه؟ لا مولانا الشيخ لحيته كبيرة، الشيخ من يعني من مشايخ العظماء من كندهار. تعرفون كندهار؟ لا تعرفون كندهار؟ كندهار دي فين؟ أفغانستان. لا تعرفون كندهار؟ أفغانستان كندهار. أنا لا أمزح، لحية كبيرة. تخيل، التخيل هو حركة النفس في المحسوسات، اسمه إيه؟ تخيل. تخيل كده أن الشيخ لحياته كندهار كده كبيرة. هذا الرجل لو قلنا له تغسل البشرة يموت. أيوة صعب. فالإسلام فيه رحمة، من كانت لحياته كثة خلاص سنة أن يدخل الماء، من كانت لحياته خفيفة لا يتعب أن الماء يدخل، وجب أن يدخل الماء. شوف الإسلام رحمة إزاي، شوف الإسلام رحمة. اليدين من هنا إلى هنا مرة فرض، اثنين سنة، ثلاثة سنة، أربعة لمن يعلم أنها الرابعة مكروه. طب أنا شاكك، ثلاثة ولا أربعة؟ نبني على الأقل، الأقل كم؟ ثلاثة خلاص. طيب تقديم اليمنى على اليسرى، طب لو نفعل اليسرى ثم اليمنى مكروه، مخالفة السنة مكروه. طيب مسح جزء من الشعرة، من الشعر، من جزء من شعرة، لم يكن شعرة لأن البنت شعرة كبيرة، يعني لو قلنا مسح شعرة واحدة أنت كرجل عادي شوف كده، شوف المسحة دي 5000 شعرة على الأقل، لكن لو البنت قلنا مسح الإمام الشافعي عنده أن الباء هنا للجنس وأقل الجنس واحد، فلو قلنا شعرة واحدة لو المرأة تفعل هذا صعب عليها. ليه؟ لأن هذا أجزاء من شعرة ليست شعرة، لكن كيف تمسح المرأة شعرة؟ أن تأتي من المنابت ثم إلى النهاية صعب. ومن هنا قال الإمام الشافعي يكفي جزء من مين؟ من شعرة. طيب أنا أفعل هكذا سنة، طب أفعل هكذا سنة. طب مسح القفة، مسح القفة في مذهبنا لا، مذهب أبو حنيفة، مذهبنا ليس من أفعال الوضوء، ليس من أفعال إيه؟ مسح الأذنين ليس بماء الرأس، أبت النفس أن تغسل عضوا جديدا إلا بماء جديد خلاص. وورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء جديد. كيفية مسح الأذنين؟ السبابة للظاهر، الإبهام للباطن، الراحة للحواف. شوف مولانا أهو كده،
هذا ظاهر. طب والإبهام باطن، والراحة مرة سنة، اثنين سنة، ثلاثة أربعة مكروه، خمسة مكروه، ستة مكروه، عشرة مجنون مجنون. تسعة، ها عايز تسعة؟ مسح راسه كله ثم اذنيه مع بعض، ليس مذهب الشافعي، ليس مذهبنا. الماء متى يكون مستعمل؟ اذا خرج عن العضو المغسول. صح، تغسل اذنيك بماء مستعمل ليه؟ الرسول مسح العمامة، لم يمسح هكذا، الرسول كان هكذا، فهمت؟ انا اتوضأ، انا لا افعل التربوش كده حتى لا يفسد، لكن يعني واحد يتوضأ يمسح كده، شوف شوف شوف، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خمس روايات، يعني خمس احاديث كده. المسح على العمامة، ليس على العمامة يا مولانا، المسح على الرأس ثم يأتي جزء عليها على العمامة. خلاص يا أهل الله، يا مسلمين، خلاص كل مسلم الحمد لله، فيش كافر، خلص كل مسلم، ماليزيا كلها مسلم، ما فيش ماليزي كافر، لا يوجد ماليزي كافر، ما فيش، في كثير يا اخو. الرجلين، تخليل الاصابع سنه، غسل الرجلين الى العظمتين فرض، اثنين سنه، ثلاثه سنه. متى نقول واحد؟ اذا استغرق العضو. شوف مولانا، انا اعمل الماء هكذا فالماء ياتي الى هنا، ثم المره الثانيه الماء ياتي من هنا الى هنا، كده اثنين ولا واحد؟ أول مرة الشيخ يفعل الماء، الماء يأتي إلى هنا، هنا ينتهي، ثم الشيخ يفعل مرة ثالثة، الماء يأتي إلى هنا، ها كده واحد ولا اثنين؟ متى نقول واحد؟ باستغراق العضو، استغراق الإيه؟ طيب، صلاة ركعتين، الدعاء بعده، وركعتي الوضوء تقرأ في أي مكان، في يعني صلاة الركعتين سنة الوضوء تصلى في أي وقت، لأن لها سبب إيه؟ حال، لها سبب إيه؟ أذكر نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء، أسباب الحدث، كل ده واحد. النووي كان يقول أسباب الحدث، واحد ما خرج من السبيلين إلا المني، المني لا ينقض الوضوء. اثنين، النوم على غير هيئة المتمكن. ثلاثة، زوال العقل بسكر أو مرض. أربعة، لمس المرأة الأجنبية من غير إيه؟ الزوجة أجنبية ولا محارم؟ الزوجة من الأجانب ولا من المحارم؟ أجانب؟ محارم؟ اختاروا، يعني الرجل ديمقراطي. من يقول أن الزوجة من الأجانب يرفع إيده، أنا لا أرفع إيده، ها من الأجانب يرفع إيده، معنى ذلك أن من لم يرفع هي من المحارم. طيب، من يقول أن الزوجة من المحارم يرفع إيده، أنا أرفع. لا يرفع إلا أنت يا سيد قيلة. كيف الزوجة من المحارم؟ المحارم أمك، أختك يا سيد قيلة. وقع وفرحان قوي، فرحان قوي إن الزوجة من... كيف تزوجها وهي من المحارم؟ هي من الأجانب، لكن أجانب جميلة، يعني أجانب جميلة، أيوة من الأجانب. ها، حكم لمس الزوجة من غير حائل ينقض ولا لا ينقض عند الشافعية؟ ينقض، ينقض. لمس المرأة بشهوة من غير شهوة ينقض،
لكن لمس المحارم، المحارم من المحارم كل امرأة لا يجوز لك أن تتزوجها. طيب، لمس الذكر قضيب الرجل ليس الأنثيين، لمس حلقة الدبر ينقض الوضوء على الجديد، أي على ما رجحه العلماء في الجديد اللي هو كتاب الإيه الأم. يلا يا ابني كده احنا خلصنا يعني اختصار الوضوء، وكل ما قلت مذكور في متن الغاية والتقريب لأبي شجاع، كل ما قلت مذكور في متن الغاية والتقريب لأبي شجاع، ومن أراد المزيد فليقرأ الإمتاع، وليس بعد الإمتاع إمتاع. أنتم لا تعرفون فائدة الإمتاع، لا تعرفون. ها، الإمتاع أفضل ولا الأم؟ الأم، الأم أفضل، لكن أي كتاب بعد الأم الإمتاع أفضل. خلاص قول يا أبي. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك فإنه سنة. السواك سنة، سواك استعمال عود من أراكن في الأسنان ونحوه بنية، سواك لغة للتدليك. السواك مستحب في كل الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. السواك يرضي الرب ويبيض الأسنان ويزيد في الدرجات ويذكر بالشهادة عند الموت. السواك قال روى الحميدي بسند جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة من غير سواك. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. قل يا ابني. فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان. سخط للشيطان، الشيطان يغضب عندما راك تستعمل السواك. ليه؟ لأن الحسنات مضاعفة. ركعتين بسواك خير من 70 ركعة من غير سواك. 70 ليس 70، 69، 70، العدد لا مفهوم له، تدل على الكثرة. قول يا سيدي. وصلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. شوف ده الرواية الحميدي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. أشق يعني أتعبهم، لولا أنني أتعبهم. قول يا ابني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. في عند كل وضوء حديث حسن، عند كل وضوء حديث حسن. وعنه صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. أمرت يعني على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الفريضة. ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة. سنة لأنها نسك، استقبال القبلة سنة لأنها نسك، فاستقبال القبلة في كل عمل جيد سنة، نسك عبادة. على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش. على موضع مرتفع حتى لا يقع الماء على الأرض، ممكن يكون في الأرض تراب فيأتي في ثيابك. وقل بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك 3 قبل أن تدخلهما الإناء. أنا الآن عندي إناء هكذا، ثم أنا أغسله خارج الإناء بحيث لما أخذ من الإناء هكذا، فتصير يدي عندما تدخل الإناء بنية الاغتراف، لكن لو دخلت بنية الوضوء وكان الماء قليلا صار الماء مستعملا، صار الماء إيه؟ فهنا مولانا أنت تغسل يديك قبل وضعهما في الإناء، ثم عندما تضع اليد في الإناء لا تضعها عادي، تضعها بنية الإيه؟ الاغتراف. هذا كان زمان، الآن في حنفية خلاص لا
لكنه يتكلم لو أنا أتوضأ من إناء فأنا أفعل هكذا، فصارت يدي مغرفة، مغرفة مثل هذا كذا كأنني أخذها. فاغسل يدك وضعها في الإناء بنية ماذا؟ بنية المغرفة. طب إن لم أنوي الاغتراف، ها الماء صار مستعملا بمجرد ما دخلت الإيه الكفين. وقل اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك. اليمن الخير، البركة الزيادة، اليمن الخير، البركة الزيادة. وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. الشؤم يعني الفعل السيء. أنا عندما أمشي في الشارع إذا رأيت فلان أنا يعني أظن وأعتقد أن اليوم من البداية إلى النهاية سيء. لا يا مولانا، هذا حرام، هذا حرام. ثم نوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. إيه نيتك في الوضوء؟ أعظم نية نويت استباحة الصلاة، أي أنا أريد أن أتوضأ حتى تكون الصلاة لي مباحة، حتى تكون الصلاة لي إيها أذي نويت استباحة إيها الصلاة. قول سيدي. ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه. نيتك نريدها من البداية حتى تحسب كل الأفعال قبل الوجه سنة، فإن لم تنوي لا أجر إلا بنية فلم تحسب سنة. فإذا نويت عند أول غسل الوجه الوضوء صحيح، لكن فاتك السنة. فإذا غسلت الوجه ولم تنوي ونويت بعد الوجه حمكم الله، الوضوء باطل. الوضوء إيه؟ لأنك نويت بعدما دخلت في الفرض، الأصل أن تنوي قبل الدخول فين؟ في الفرض. فلا يصح وضوءك، ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها ثلاثا وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما. يعني هنا معناها المبالغة في الوضوء المق، هذه الحركة ممكن تدخل بعض الماء في الحنجرة. فلو أنت مفطر سنة، أنت صائم لا تبالغ، صائم هكذا خلاص. ليه مولانا؟ لو تبالغ ممكن تدخل إيه الماء. أنت ناسي ولا ذاكر؟ أنا ذاكر. فاطر. فهمت يا أهل الله؟ وقل اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها. هنا الشيخ ذكر أضعف الكيفيات. قلت لحضراتكم أن المضمضة والاستنشاق فيها ثلاث تكييفات، الأولى ضعيفة، الثانية أقوى، الثالثة أقوى شيء. أنا أتوضأ الآن، أدي غرفة للمضمضة ثم غرفة أخرى ثم غرفة أخرى ثم استنشاق سنة. هذه ما ذكرها مولانا النووي الغزالي، وهي أضعف من حيث الدليل. أقوى منها مضمضة ثم استنشاق، اثنين ثم مضمضة ثم استنشاق. إذا مضمضة استنشاق مضمضة استنشاق مضمضة استنشاق، هذه أقوى شوية. أقوى كيفية بثلاث غرفات. شوف هذا الماء كده، نصف للفم والباقي للأنف، اثنين ثلاثة. فهمت يا ابني؟
يبقى أول مرة مضمضة مضمضة مضمضة، استنشاق 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 ضعيف. أقوى شوية، مضمضة استنشاق مضمضة استنشاق مضمضة استنشاق، شوية قوي. أقوى شيء ها مضمضة واستنشاق في غرفة، مضمضة واستنشاق في غرفة، مضمضة واستنشاق في غرفة. خلاص يا أهل الله، تفهمون ولا في مشكلة؟ ها ما لا يفهم، فهم أنت فهم؟ أنا مش فاهم، كيف أنت فاهم؟ قول يا ابني. واستنشق بها ثلاثا، واستنثر ما في الأنف من الرطوبة، وقل في الاستنشاق: اللهم أرحم، اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض. وفي الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار. روائح النار وسوء الإيه؟ خلاص خلاص. ثم خذ ظرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة. فين مبتدأ الوجه؟ من أول منابت الرأس، هنا منابت الرأس، صح؟ هذه منابت الرأس مولانا. طب لو أقرع يكفي هنا، هو رجل شعره يبدأ من هنا، هل هذا وجه؟ عادي رجل أقرع، لكن في شعر من هنا، ها من منابت الشعر، إذن هذا سمي الوجه وجه من المواجهة، مواجهة face to face، هذا face to face كده، لكن فوق ليس وجه. إلى أسفل الذقن، هذا أسفل الذقن، أبدا أسفل الذقن هنا قبل النحر. طيب هذا طولا. طيب هنا في مشاكل، هنا في أشياء طالعة كده، هنا في شعر، هنا في رموش، كله يدخل في الوجه، كله يدخل فين؟ في حسنة، في حاجات زوايد جلدية يدخل في الوجه. الأذن شوف مولانا، أي الأذن ده ليس ده، خلاص الوجه انتهى، هذا نهاية الوجه، هذا نهاية الوجه. لكن علشان يكون الكلام جيد، جزء خارج الوجه يدخل في الوجه، فأنا عندما أغسل يأتي ماء هنا، يأتي ماء هنا، يأتي ماء هنا، يأتي ماء هنا، حتى نضمن أننا غسلنا الوجه. فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من البطن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في الأرض. حاضر. وأوصل الماء إلى موضع التحذيف. إلى موضع إيه؟ التحذيف. يعني إيه؟ مش ده في الوجه؟ ها؟ موضع إيه؟ فين يا ابني؟ وهو ما يعتاد النساء ها تنحيته. النساء تعتاد ايه يا مولانا؟ اوصل الماء شوية هنا، لان النساء لا تظهر هذا، النساء اخرها هكذا كما قلت لك، حتى نضمن زيادة على الفرض شوية، فنضمن أن الماء وصل. وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه. حاضر. وهو ما بين رأس الأذن إلى زوايا الجبين. أعني ما يقع منه في جهة الوجه. ده موضوع آخر. شوف شوف. هذا الوجه هو. لو في شعر هنا النساء تريد تنحيته، المرأة لا تحب أن تكون أبكى، والرجل عادي، لكن النساء لو في شعر هنا لا تريده، لكن لو هذا الشعر موجود وجب إيه؟
إيصال الماء تحته، لأنه يدخل فين يا مولانا؟ يدخل في الوجه. وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة، الحاجبين والشاربين والأهداب والعذارين. الأهداب. خلاص. وهما ما يوازيان الأذنين من وبدان اللحية. أهو. هذا. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة. طب الكثيفة سنة. الكثيفة إيه؟ سنة. طيب ما رأيك في امرأة عندها لحية؟ ماشي عادي موجود. امرأة عندها لحية ما حكمها؟ إذا كانت كثيفة سنة، وإذا كانت خفيفة واجب، صح؟ ما حكم تخليل لحية المرأة؟ سؤال أنا أسأل. نعم واجب ليه؟ لحية سنة، سنة للمرأة صح. أمال إيه يا سيد بطاطس نعمل إيه طيب؟ واجب التخليل؟ ليه واجب التخليل؟ لا مش عشان نادر، لأن المرأة لا تربي لحيتها، فإذا ربت لحيتها ها مكروه، ما دام مكروه وجب أن تغسل منابت الإيه؟ منابت الوجه. فهمتم؟ لأن تربية اللحية للمرأة مكروه. إن قلنا بتشبه الرجال في حرمة. قول يا سيدي. وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك. حاضر. ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك. ماشي. ولا تترك تخليل اللحية الكثيفة. حاضر. ثم اغسل يد اليمنى ثم اليسرى ثلاثا مع المرفقين إلى أنصاف العضدين. حاضر. فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء. وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. يعني هذا الدعاء في مكان طاهر، في مكان طاهر، ودائما الدعاء عقب العبادة إن شاء الله مستجاب. قول يا سيدي. لكن واحد في الحمام لا يقول هذا بلسانه، يقوله بها قلبه. وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك من أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. شباب، من يأخذ الكتاب بالشمال أو بوراء الظهر الكافر، لكن الجمهور على أن المسلم العاصي يأخذ الكتاب باليد اليمنى. الجمهور كما نص مولانا البيجوري في الحاشية، كما نص مولانا البيجوري في الحاشية أن مين؟ أن المسلم العاصي يأخذ الكتاب باليمين، الذي يأخذ الكتاب بالشمال أو من وراء ظهره المسلم الإيه؟ الكافر. استغفر الله، مسلم كافر إزاي؟ الكافر. الكافر فقط الفاء لتحسين اللفظ، وقد اسم فعل أمر بمعنى كفى. لكن مسلم كافر كيف؟ مسلم أسلم أمره إلى الشيطان فهو كافر، كده صحيح. قول يا ابني. ثم استوعب رأسك بالمسح. ليستوعب فرد وسنة. الفرد جزء من شعرة، استيعاب باقي الرأس سنة، إقبالا وإدبارا سنة. بأن تبل يديك وتنظر رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى. طيب غسل مسح الرأس ماشي، طب غسل الرأس يجزئ ولا لا يجزئ؟ شوفوا، غسل المغسول أصل، طيب
غسل الممسوح يجوز، لكن مسح المغسول باطل. وكرر غسل المغسول ها أصل، مسح الممسوح أصل، غسل الممسوح يجوز، مسح المغسول باطل. فمسح الوجه باطل لكن غسل الرأس ها جائز. فبمجرد أول نقطة وقعت على الرأس إيه اللي حصل يا مولانا؟ إيه اللي حصل؟ تحقق المسح. تحقق الإيه؟ ده الرجل ولا امرأة؟ هذا مولانا يعني ده نساء ولا رجال ده؟ لا أمزح، هذا رجال ولا نساء؟ هذه الورقة جاءت من عند النساء؟ نساء. شوف يا أستاذة هذه يعني شوف يعني هي تقول شعر يمشي هكذا، هذا الشعر ينزل من الرأس ولا من الوجه؟ شعر شعر كده ينزل من فين؟ من الرأس. فهذا ليس شعر وجه، هذا ليس من الوجه. الوجه الوجه هذا مواجهة إلى هنا الوجه. فإذا نزل هذا الشعر هذا الشعر هذا الشعر كثير كده عند المرأة، هذا من شعر الرأس ليس من شعر الإيه؟ من شعر الوجه. شعر الوجه يعني ما ينبت من الخد كلحية، لكن هذه بهذه الرسمة ليست لحية. ولو كان في امرأة جوه بهذا الشعر في الوجه أنا عندي مقص ممكن أقص. خذ هذه زوجتك خلاص تزوجت هذا الرجل، ألف مبروك يا شباب، بارك الله لكما وبارك عليكما. خلاء خلاء ولي أبني صورة جميلة والله جميلة. يلا يا أبني. وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة. هذا سنة عندنا، هذا سنة عندنا إقبالا وإدبارا. فهذه مرة وتفعل ذلك ثلاث مرات. طب هل الرأس مرة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ على مذهب الإمام الشافعي الرأس ثلاثة. الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن مولانا عثمان بن عفان قال صلى الله عليه وسلم الطهور ثلاثا ثلاثا. الطهور ماذا؟ خلاص يلا. وكذلك في سائر الأعضاء وقل اللهم غشني برحمتك وأخرجني من عذابك. هنا يعني اشملني برحمتك. وأنزل عليك البركات. عادي عادي عادي. البركات يعني الخير والزيادة. وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. شوف التظلل تحت العرش يعني دخول الجنة، فسقف الجنة العرش، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يدخلهم الجنة. يدخلهم الإيه؟ خلاص قول يا سيدي. ها اللهم حرم شعري شعري وبشرتي على النار. الشعر معروف، البشرة الجلد، البشرة الجلد. ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما. هذا ظاهر، هذا ظاهر، ها ده ظاهر، فين الباطن؟ هذا هذا ظاهر، أين الباطن؟ هذا في الخلف اسمه باطن، في الخلف اسمه إيه؟ ليس ظاهر، انتبه خلاص، وليس مسجد الظاهر أيضا. قول يا ابني. وأدخل مسبحتيك في سماخي أذنيك. فين المسبحة؟ هذه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فين السماخ؟ لكن ليس هكذا، برفق يا مولانا برفق برفق. نعم.
نحن نظافة، الوضوء النظافة والحسن والجمال. وأجر بباطن أمولة المسبحة على باطنهما. هذه الأمولة على باطنهما، الشوارع جوه، تدخل شارع إبراهيم ناصر ثم شارع هذا ثم صلاح سالم ثم تعود إلى الدراسة كده طرق. وامسح ظاهر أذنيك بباطن إبهاميك. هذا الإبهام، باطن الإبهام، يمسح إيه الظاهر. وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة مع الأبرار. ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل الأغلال. ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين، وخلل بخنصر يدك اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى، وتدخل الإصبع من أسفل القدم وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى اللهم إني أعوذ بك من أن تزل قدمي على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين. الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم، بدايته الأرض المبتلة، نهايته حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم والجنة. يوم تبدل الأرض، خلاص هذه الأرض تغيرت. ثم ها ما الذي حصل؟ مجيء يومئذ بجهنم. ثم ضرب الصراط أرفع من الشعرة وأحمى من السيف، لكن على المؤمن جسر كبير، على الكفار يضيق ويتسع، كل بحسب عمله، على العصاة يضيق ويتسع. هناك من يدخل النار من غير حساب فيدخل النار من غير أن يعبر على الصراط، وهناك من يعبر جزء ثم يقع فأمه هاوية وما أدراك ما هي. لكن الصراط مذكور في القرآن والإيمان به واجب ومنكره كافر. فمن يتوضأ ويدعو أن يثبته الله على الصراط، لأن لو القدم تزل يقع، إن وقع وقع فين؟ في أمه الهاوية جهنم وبئس المصير. أما المؤمن فإنه يعبر الصراط بسلام وأمان. قل يا ابني وارفع الماء إلى أنصاف ساقيك وراعي التكرار ثلاثة في جميع أفعالك. يعني إيه؟ شوف مولانا، هذه قدم إلى هنا القدم، زيد شوية. لماذا مولانا زيد شوية؟ لأنك لو زدت شوية تطيل الغرة. الغرة يعني العلامة المضيئة، وكلما زدت في أعضاء الوضوء، أنا الوضوء إلى هنا واجب، طب لو أفعل إلى هنا جيد، لو أفعل إلى هنا جيد، وجهي إلى هنا، فهنا مولانا لو يزيد كده يا سلام ينور يوم القيامة. كيف يا رسول الله تعرف المسلمين؟ غر محجلين يعني معلمين، غر فيهم علامات. وجيء يومئذ بجهنم، جهنم سوداء، فعندما جاءت أظلمت الدنيا، فلما أظلمت الدنيا ماذا حصل يا مولانا؟ ها مين فاكر؟ ها الظلام الشديد، أي شمعة تنير. فجأة يأتي المؤمن كل جزء كان يستخدمه في الوضوء منور. قل سيدي، فيعرفنا صلى الله عليه وسلم فيقول لنا قربا قربا تعالوا تعالوا. فإذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، أسبحك بكرة وأصيلا. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه وختم على وضوئه بخاتم. قالوا وختم على وضوئه بخاتم. قالوا كل عضو يمر عليه ماء الوضوء تتساقط منه الذنوب. عندما تغسل الوجه تتساقط ذنوب العين والفم والأنف. عندما تغسل اليد تتساقط ذنوب اليد. عندما تمسح الأذن تتساقط ذنوب الأذن. عندما تغسل القدمين تتساقط ذنوب القدمين. لكن هذا الدعاء الأخير، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلى هنا انتهت الرواية. إلا وأدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية شاء، حديث رواه النسائي. هذه ثمرة الوضوء، من توضأ ثم قال هذا الدعاء دخل الجنة. طيب من صلى ركعتين سنة الوضوء يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص، ها الرسول يسأل بلال: يا بلال إني أسمع قعر نعليك في الجنة، صوت الحذاء في الجنة، الموضوع؟ فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقض وضوئي إلا وتوضأت وصليت ركعتين. إلا توضأت وصليت إيه؟ ما كان من الرسول إلا أن يخبرنا بهذا حتى نعلم أن هذا الأمر ليس أمرا هينا، إن هذا الأمر أمر جيد، أن من توضأ وصلى ركعتين كان ثوابه الجنة. ذكر بعض علماء التوحيد منهم مولانا الجاوي أن من يحافظ على الوضوء ويموت متوضئا جبريل عليه السلام يشهد جنازته. ذكر هذا الكلام مولانا الجاوي أن من يحافظ على الوضوء ويموت متوضئا جبريل بنفسه ينزل في جنازته. نعم سيدي. ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى، يسبح الله تعالى فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. الحمد لله. واجتنب في وضوئك سبعا. اجتنب يعني ابتعد عن سبعة. في البداية افعل، النهاية لا تفعل. ها؟ لا تنفض يديك فترش الماء. لأن النفض اليد هكذا مكروه، كأنك لا تريد العبادة، تريد إزالة العبادة. التكفيف جائز لكن هكذا كأنه ينزعج من الماء، ينزعج من أثر العبادة، يزيل أثر العبادة. كانوا يقولون الإنسان بعد الصلاة في تراب هنا يمسح مسحة خفيفة، ليه؟ حتى يبقي بعد آثار التراب، فهذا التراب أصل العبادة، الملائكة تستغفر لك ما دام آثار العبادة موجودة. لا تمسحك يا أخي، اترك ترابة تستغفر الله لك، اترك ترابة واحدة. ولا تلطم وجهك ولا رأسك في الوضوء، عندما يغسل الوضوء برفق ليس طق لا تضرب نفسك، لا تعاقب نفسك، إنك في عبادة فابتسم. ولا تتكلم في أثناء الوضوء. الأصل لا تتكلم، طب إذا تكلم لم نقل حرام، لكن الأفضل لا تتكلم، لأن الوضوء عبادة. انشغل بالمعبود، انشغل بالمعبود. ولا تزل في الغسل على ثلاث مرات، مكروه، الرابعة لمن يعلم مكروه. ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة. الإسراف في الماء بداية مدخل الشيطان.
الوساوس بداية مدخل الشيطان. في شيطان اسمه ولهان وشيطان اسمه خنزب، واحد يوسوس في الوضوء والآخر يوسوس في الصلاة. ها؟ فإن الموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له الولهان. لمين ده؟ الموسوسين في الوضوء اسمه مين؟ والهان. طب في الصلاة خنزب. ولا تتوضأ بالماء المشمس مكروه. أن تتوضأ بالماء الذي سخنته الشمس مكروه. ما هو الماء المشمس؟ هو ما سخنته الشمس في إناء منطبع، يعني يخرج منه ذهوبة، في بلد حار، واستخدم حال الحرارة واستخدم في البدن، حكمه طاهر في نفسه مطهر لغيره، مكروه استعماله. هذه حكم الماء إليها المشمس. ولا من الأواني الصفرية. إيه الأواني الصفرية؟ أواني يعني ليست ذهب وفضة. إذا استخدمنا الذهب والفضة حرام، لكن الماء طاهر. لكن نحن لا نريدك أن تستخدم زي نحاس، تعرفون نحاس أصفر حتى لا تخرج منه ذهوبة تمرضك. وهذه سبعة مكروهات في الوضوء وفي الخبر، إن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله تعالى جسده كله. نعم. ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. نعم. خلاص. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عنك.